بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الأول، وده من خلال كتابنا كتاب التلميذ ودليل المعلم مع المحور الأول الحس العددي والعمليات والوحدة الأولى منه، القيمة المكانية للأعداد العشرية وحسابها، والمفهوم الأول من الوحدة الأولى الكسور العشرية حتى جزء من ألف. ولقائنا النهاردة مع الدرس الرابع من الوحدة الأولى بعنوان تكوين الكسور العشرية وتحليلها. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا إيه وإزاي هنشتغله مع بعضنا. درسنا بعنوان تكوين كسور عشرية وتحليلها، يعني عمليتين عكس بعض. يعني بمعنى ان انا عندي مجموعة اعداد سواء بالصيغ ممتدة او بالصيغ قياسية او على حسب او لفظية، وبنجمعها يعني بنكون منها الكسر الكامل او العدد الكامل بتاعنا. والعكس بقى ان انا يكون عندي عدد وابدأ احلله الى اجزاء مختلفة. خدتوا بالكم من المفهوم للمعنيين؟ ده درسنا اللي هنشتغل فيه النهاردة. بس قبل ما نبدأ اذكركم بقنواتي على اليوتيوب، طبعا يسعدني انك تشترك فيها وتفعل الجرس لانها كلها هتفيدك. قناة للترم الاول اللي هي قناتنا محمد عبده، دي دروس ومراجعات الترم الاول، وقناة براعم مبدعة دي لدروس ومراجعات الترم الثاني، بالاضافة لقناة معلم الرياضيات دي للترمين من كيجي الى تلت اعدادي دروس ومراجعات، وعليها فيديوهات نازلة مفاهيم الرياضيات من الصف الثاني حتى دلوقتي الصف الخامس، نزل منه اربع فيديوهات مختصرة. اللي عايز الفيديوهات المختصرة السريعة هيضغط عليها في الصورة اللي هي في اخر في شاشة النهاية، في النهاية في اخر ديها في الفيديو في النص، هيضغط عليها هيدخل على طول على المفاهيم. بمجرد ما اشتغل في الدرس الخامس هنا هبدأ اكمل مع الاربع دروس اللي كنت شغلهم للمفاهيم بتاعتها في قناتنا معلم الرياضيات، بالاضافة للصورة اللي هنا لو ضغطت عليها هتدخل على الدروس بتاعت الكتب الخارجية كاملة بتفاصيلها ومراجعتها. برضو الصورة اللي في الجهة اليسرى لو ضغطت عليها هتدخل على دروس الكتاب اللي احنا بنشرحها، بالاضافة لعلامة الاي اللي هتمر لك كل شوية برابط من الروابط وصندوق الوصف اللي فيه كل الروابط واول تعليق برضو في كل الروابط. تعالوا بينا بقى، اسف للاطاله، تعالوا بينا نتكلم ايه هدفنا من درسنا النهارده. ان احنا نكون كسور عشريه ونحللها، ان انت تقدر تكون كسر عشري وتحلله بطرق متعدده. تعالوا نبدا باستكشف ونشوف ايه الفكره بتاعت استكشف. بيتكلم على ساعات النهار في الفيوم، بيقول لي استخدم التمثيل البياني اللي قدامك ده اللي هو بالأعمدة عشان يساعدك في الإجابة عن الأسئلة. التمثيل البياني لعدد ساعات النهار في الفيوم تقريبا، فهو جايب شهور السنة من يناير لغاية ديسمبر في المحور الأفقي، وجايب في المحور الرأسي عدد الساعات بمقياس 5، يعني ماشي كل 5، يعني صفر هنا وبعدين هنا 5 ساعات وهنا 10 ساعات وهنا 15 ساعة. بمعنى ان كل شهر من الشهور دي بيبقى عدد ساعات النهار فيها مختلف عن الشهور الاخرى زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا نشوف عشان ما نطولش بس في الكلام، تعالوا نشوف اول سؤال بيتكلم فيه، بيسأل بيقول ايه؟ بيقول انت ترغب في زيارة الفيوم لمدة 5 شهور عشان تجمع بيانات عشان تنشئ خريطة، يا ترى اي 5 اشهر فيها اكتر قدر او اكبر قدر من ساعات النهار؟ يعني انت بتشتغل بالنهار وبالتالي محتاج وقت اطول، فبتختار الوقت اللي يكون فيه النهار اطول مدة. يعني هنبص كده هنلاقي في العمود اللي في المنتصف ده العالي ده اللي هو يونيو، ده اعلى شهر، اللي قبله برضو اللي بعده برضو اللي هو ده يونيو وده يوليو، وهتلاقي هنا مايو، وهتلاقي هنا اغسطس، وهتلاقي هنا ابريل. فهنكتفي بخمسة منهم، طبعا الافضل انك تاخد من الاعلى الى الاقل، عشان كده هنختار ابريل زي ما قلنا، ومايو ويونيو ويوليو
وأغسطس، دول الخمس شهور اللي هم فيهم أعلى ساعات في النهار. طب تعال بقى ركز معايا عشان نشوف السؤال التاني بيقول إيه. بيقول ما الشهر الذي به 5 في الجزء من 10؟ إيه 5 في الجزء من 10؟ عايزين نفهمها يعني إيه. مفيش قدامي أي أعداد غير المقياس بتاعي، ما هو فعلا بيتكلم على المقياس. طب أجيب منين الخمسة جزء من عشرة دي؟ 5 جزء من 10 يعني منتصف، يعني نص. 5 من 10 يعني 5 على 10 يعني بتساوي نص. طب تعال نشوف ازاي نعرفها. لو احنا بصينا هو ماشي كل 5، بمعنى ان في مسافة من هنا لغاية هنا 5، يعني في 1 2 3 4 5، وبرضو نفس الكلام من هنا في بعد 5 6 7 8 9 وبعدين 10، ونفس الكلام من 10 لغاية 15. انا يهمني الجزء اللي فوق، لكن ممكن طبعا الكلام ده ينطبق على اي جزئية فيهم، لكن انا عايز الجزء اللي فوق عشان هو اللي فيه رؤوس الاعمدة بتاعتي وهو اللي هيخدمني. هعمل ايه؟ هقسم المسافة دي الى 5 مسافات. هقسم المسافة من 10 الى 5 الى 15، 5 مسافات هتبقى المسافة بتاعتي، هنلاقيها بالشكل ده. واخدين بالكم؟ يعني بمعنى ان دي 11، يبقى الخط اللي فوق 10، يبقى الخط اللي فوق 11، اللي بعده 12، اللي بعده 13، اللي بعده 14، وديت 15. تمام؟ طب هو عايز 5 من 10، يعني ايه 5 من 10؟ يعني في المنتصف. لو بصيت على حاجة في المنتصف مش هتلاقي قدامك غير اول واحدة هي اللي بين 10 وبين 11 في المنتصف او ازيد قليلا، يعني حتى لو قربناها تبقى 5 من 10. وبالتالي هختار شهر يناير، لانه طول الساعات بتاعت النهار قد ايه؟ 10 ساعات. خدوا بالكو 10 ساعات مش بالظبط، لا، وفي فوق منها كمان 5 من 10 اللي هو النص ده. خدتوا بالكو فين الاقي الشهر اللي فيه 5 في اجزاء من 10؟ طب كلام جميل، ده كان الجزء الاول. طب بيقول لي بعد كده اي شهر به اكبر قدر من ساعات النهار؟ طبعا واضح قدامنا، نشيل الجزء اللي ملوش لازمه مش عايزينه ده، هنشيله كده عشان خلاص احنا جاوبنا الاولانيه وفهمناها. طب تعال نشوف الشهر اللي فيه اكبر قدر من ساعات النهار. طبعا هو اعلى عمود زي ما احنا شايفين قدامنا، لو احنا لوناه ممكن يبقى شهر يونيو بالشكل ده كده، هو اعلى عمود زي ما احنا شايفين، يعني اللي جنبه هنا اقل منه حاجة بسيطة جدا، لكن هو اعلى شهر عندي. ده كلام جميل. اذا شهر يونيو هو اكبر قدر فيه من ساعات النهار، يعني عدد ساعات النهار فيه 14 ساعة بالنهار، 14 ساعة في النهار. وضحت الحتة دي؟ طيب ده كلام جميل، ده يونيو. طب نيجي بعد كده ما الاشهر التي بها 3 في الاحاد؟ عايزين نعرف الشهور اللي فيها 3 في الاحاد. يعني ايه 3 في الاحاد؟ يعني الاحاد 3. طبعا الشهور اللي بيها 3 في الاحاد مش هتلاقيها هنا، لكن هتلاقيها فوق 10، لان دول هم الرؤوس بتاعتي. وبالتالي هتلاقي اللي هو فيه 13، نبحث على ال 13 ونشوفها هنلاقيها فين. ال 13 بتاعتنا هنلاقي ال 13 بتاعتنا اللي هي في شهر ابريل زي ما احنا شايفين اهو، لان الباقي ده بين 14 و بين 13 و 14، وده بين 14 ده 14، وده يعني 14 تقريبا، وده بين 13 و 14 برضو، لكن ال 13 بالظبط فين؟ هو ايه؟ شهر ابريل. وبرضو خدوا بالكم معايا، يعني انا بقول شهر يونيو ده هو اعلى الشهور، في عندي بقى اللي فيه 3 برضو، ابريل ومايو واغسطس. ابريل اهو 3 زي ما قلنا، 13 اهو زي ما احنا شايفينه قدامنا، وبعدين مايو يعني اعلى بسيط من ال 13، لكن لو اتقرب هيتقرب ل 13. وبرضو نفس الكلام مع
اغسطس لان ده عالي شويه يوليو، هتلاقي اغسطس او ممكن تلاقي الصوره عندك في الكتاب يمكن تكون مختلفه عن الصوره اللي هنا، لان طبعا في تكبير وتصغير، فممكن تلاقي في اختلاف بسيط في الشهور بتاعتك. اللي يهمك ان اللي فيه 13 هو مين، هو اللي انا هاخده، لان انا ما بتعملش لا مع الثلاثه هنا ولا ما فيش غير قدامي، عشان يكون في الاحاد يا 3 يا 13، وبالتالي هتعامل مع الجزء اللي فوق ده اللي انا حددته وبينت فيه المسافات من ال10 لغايه ال15 11 و12 و13 و14. طيب نيجي بعد كده، بيقول لي طب اي شهر فيه اقل قدر من ساعات النهار؟ واضح قدام مني في الرسم ان اخر شهر هو اللي فيه اقل قدر من ساعات النهار. هتقول لي ده برضو الاولاني، لا الاولاني اعلى شوية من ده، لان ده يعني بعد العشرة بحاجة بسيطة جدا ما تذكرش يعني. طيب اذن احنا فهمنا القصة اللي جابها لنا او الاعمدة اللي جابها لنا وخدنا معلومات منها. تعالوا نشوف بقى موضوعنا في تعلم. خد بالك معايا، افرض ان انا عندي عدد 625 مثلا، ده عدد وعايز احلله، احلله الى ايه؟ خد بالك من طرق التحليل بتاعتي. عندي 625، اول حاجه تقولها بالقيم بالصيغه الممتده، انك هتقول 600 زائد 20 زائد 5، صح؟ ده كلام جميل. طب يعني 600 زائد 2 عشرات زائد 5 احاد، مش كده؟ طيب بيديني ال 625. ممكن بصيغه تانية ان انا اقول 620، دي 620 ما اقولش 62، لو قلت 62 اقول 10، 62 10 زائد 5 احاد، لكن انا هتعامل معاها على 620 اللي هم الرقمين دول، وبعدين معاهم الخمسه ينضاف عليه. طب ممكن برضو حاجه تانية ان انا اقول 600، خد بالك معايا، 605 زائد 20، مش كده ولا لا؟ 605 زائد 20، في طرق كتيرة مختلفة. وبرضو في حاجة تانية كمان، 600 زائد 25، يعني باخد مرة كل واحد لوحده زي ما احنا شايفين، مرة تانية اخد الاتنين الاولانيين لوحدهم والتأخير لوحده، مرة تالتة اخد الاول مع التالت وبعدين اللي في النص لوحده، مرة تانية اخد الاول لوحده واخد التاني والتالت مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا، يعني في تلاتة واحدة انا قلتها شفهي، اربعة، وممكن تجيب اكتر من كده كمان، انك تقسم واحدة من دول بدل مية 600 تقول 300 زائد 300 مثلا، مش كده ولا لا؟ اذا مش هنخلص، تمام؟ يعني ده فكرة لازاي بنحلل عدد عندي او بنكون العدد. يعني اذا مشيت كده بتقول انت بتحلل العدد، العدد عندك وبتحلله الى اجزائه، واذا مشيت كده بتقول ان انت بتكون العدد، الاجزاء عندي وبكون منها العدد. طب بيقول لي في اول واحدة تحليل الاعداد العشرية، اعمل بمساعدة المعلم على ايجاد طرق متعددة لتكوين العدد ده. العدد ده في جدول القيمة المكانية قدامي اهو زي ما احنا شايفين اهو، عبارة عن ايه؟ عبارة عن 12 و 42 من ايه؟ من 100، تمام؟ 42 من 100 ده تحليله عبارة عن ايه؟ انا ممكن اقول 10 زائد 2 زائد 4 من 10 زائد 2 من 100، دي طريقة. طب بيقول لي عندك طرق تانية ممكن تستخدمها في تحليل العدد ده؟ نلعب فيه زي ما احنا عايزين. ازاي؟ ممكن ناخد ال 12 دي كلها زي ما هي ونخلي دي لوحدها ودي لوحدها، ممكن ناخد دي نفصلها ال 10 لوحدها والاثنين لوحدها وبعدين ناخد دول مع بعض، او نفصل دول يعني نجمع دول ونجمع دول يبقى 12. يعني تعال نشوف كده، ادي اول واحده مثلا 12 اللي هي الصحيح بتاعتي زائد 4 من 10 زائد 2 من 100. طب لو خدنا حاجة تانية، ممكن ناخد 12 اللي هم دول وبعدين 42 من 100 اللي هم دول. طيب حاجة تالتة، ممكن ناخد 10 لوحدها و2 لوحدها و42 من 100 لوحدها، ولو فكرت تاني هتطلع برضو طرق تانية مختلفة. ده بالإضافة لأن أنت ممكن تخلي العشرة دي ال12 دي مثلا 6 و6، 6 زائد 6
واخدين بالكم؟ لكن احنا دايما بنتعامل مع الاعداد الموجودة بطرق مختلفة زي ما احنا شايفين قدامنا. بيقول لي طب تعالى بقى اتدرب مع زميلك وسجل العدد الموجود في المسألة دي في جدول القيمة المكانية، واعمل انت وزميلك عشان تحلل العدد. هحلل العدد بايه؟ بصيغة ممتدة اللي هي زي دي كده اهو، كل عدد لوحده، وبعدين سجل كمان طريقتين تانيين للعدد بتاعنا. العدد بتاعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 34 صحيح و 527 من 1000. لاحظ هنا ان في خانة انضافت جديدة اللي هي خانة الجزء من 1000. يا ترى خلصنا الكسور العشرية؟ لا، في كتير تاني بعد كده وانت ماشي. عش جزء من 10,000، جزء من 100,000، جزء من وهكذا. طيب تعال نشوف لما نحطه في جدول القيمة المكانية بشكل انضف شوية من المنظر ده، وفي وضوح ونظافة شوية زي ما احنا شايفين قدامنا. ادي ال 34 اهي، احد وعشرات زي ما احنا شايفين، وبعدين العلامة العشرية، وبعدين الخمسة والاثنين والسبعة في جزء من 10 وجزء من 100 وجزء من 1000. طب عايزين نحلله بالصيغة الممتدة. هتاخد كل واحدة لوحدها، 30 زائد 4 زائد 5 من 10 زائد 2 من 100 زائد 7 من 1000 بالشكل ده كده. 30 زائد 4 زائد 5 من 10 زائد 2 من 100 زائد 7 من 1000. تعال بقى نلعب بيه بصيغ تانية مختلفة. ممكن ناخد نقولها على طول كده، 34 اهي، ويعني قسمناه لجزئين، العدد الصحيح والكسر. بس خد بالك ان الكسر لما تقراه كله او هتاخد التلات ارقام، شوف اخر رقم انت هتاخده في خانة ايه؟ 1000، من جزء من 1000، يبقى تقوله 527 من 1000. واخدين بالكو؟ طب طريقة تالتة كمان، خد بالك من الطريقة التالتة دي. ممكن اقول 34 تمام كده، وبعدين 52 من 100، يعني انت خدت الجزء من 10 والجزء من 100، يبقى تقراهم من 100 لان انت هتاخد الرقمين مع بعض. طب الاخيرة اخليها لوحدها زي ما هي كده بالشكل ده. اذا انا عملت له بالطريقة بتاعت الصيغة الممتدة، وطريقتين تانيين بتحليل بطرق من عندي انا. طبعا انت برضو لازم تعمل طرق وتفكر فيها ازاي تكون بالشكل بتاعنا. طب تعال نشوف، عندي هنا 21 و45 من 1000 برضو في الجدول بتاعنا، هيبقى شكلها بالمنظر ده، 21 صحيح وبعدين 45 من 1000. 45 ما تحطش العلامة ورا ال 45، لا لازم يكون في صفر عشان ثلاث أرقام، عشان بنقراهم من 1000، ثلاث أرقام من 1000. الصيغة الممتدة كل رقم لوحده، ال 20 مع وبعدين زائد الواحد وبعدين زائد، خدوا بالكم هنا دي صفر من 10 ملاش لازم ان انا اخدها يعني، فانا اخد الاثنين مع بعض هتبقى 4 من 100 وبعدين 5 من 1000، لان انا قدامي رقمين بس. طب والرقم الثالث اللي هو صفر، هو انت ممكن تكتبه علامه صفر وعلامه وصفر، لكن ايه لازمته؟ ملوش لازمه، فعشان كده تاخده مع اللي بعده. تقول 4 من 100 او تقرا دي على طول اللي هي 4 من 100 زائد ال 5 من 1000. طب طريقتين تانيين مختلفين برضو، اخد ده مع بعضه وده مع بعضه، 21 وهنا 45 من 1000. طريقة تالتة، خدوا بالكم من الطريقة التالتة، عملنا فصلنا الاولاني 20 مع 1 وبعدين خدنا التاني كله مع بعضه اللي هو 45 من 1000 تمام كده. ممكن تعمل بطرق تانية، انا مش عايز اطول، انا وضحت لك بقى الطرق وازاي هتشتغل فيها. تعال نشوف المسألة اللي بعدها، بتقول لي 14 صحيح و 932 من 1000 عشان احطها في الجدول هتتوزع بالشكل ده. ادي 14 صحيح و 932 من 1000. هات الصيغة الممتدة بتاعتنا، 10 زائد 4 زائد 9 من 10 زائد 3 من 100 زائد 2 من 1000 تمام. طب عايزين بطريقتين تانيين، اللي يعجبك بقى خد 14، يعني اقسم ده مع ده لوحده وده لوحده، وبعدين جزء اللي يعجبك، خد ده لوحده 14 اهي. خد بالكم معايا من دي هنا، خدت ايه؟ خدت دي لوحدها 3 من 100 اهو، عشان بس اوريكم طرق مختلفة اهو، دي 3 من 100 تمام كده. وبعدين اخد دول مع بعض. طب دول اقراهم ازاي يا استاذ؟ اقراهم 92 من 1000، 902 من 1000، لان هنا انت خدت التلاتة هنا اهو خلاص، فبقى مكانها صفر محفوظ. وبعدين انت خدت هنا الخانة الاخيرة اللي هي من 1000، وخدت الخانة الجزء من 10، يبقى تقراها ما تقولش 92 لان كده بقت رقمين، لكن انت واخد تلات خانات، وبالتالي تقول 902 من 1000
زائد التلاتة من ايه؟ من مية. طيب نشوف المسألة اللي بعدها، بتقول لي 231 صحيح و 128 من ألف بالشكل ده قدامنا. هو الحقيقة في الكتاب عندك مفيش الكلام ده، الكلام ده في الصفحة التانية، فأنا جبته من الصفحة التانية حطيته هنا عشان أستغل مكانه زي ما هنشوف دلوقتي. طيب 231 صحيح أهو، وبعدين 128 من ألف. أبدأ أحللها كل رقم لوحده الأول، الـ200 لوحدها والـ30 لوحدها والواحد لوحده طبعا مع شرط الزائد وأنا بجمع وأنا ماشي، وبعدين 1 من 10، 2 من 100، 8 من 1000. طب نيجي نعملها إزاي؟ ناخد الـ231 كلها زائد، ممكن أخد الاتنين دول مع بعض ودي لوحدها، أقول زائد 12 من 100 زائد 8 من 1000. طب ممكن اخدها بشكل تاني مختلف، خدوا بالكم معايا الـ231 انا عمال اجيب في طرق مختلفة، لو ركزت معايا هتعرف انها فعلا فيها اختلاف كبير. خدت الاولانية اللي هي 1 من 10، وبعدين خدت الاتنين دول مع بعض 28 من ايه؟ من 1000، 28 من 1000، لانك لازم تحط صفر في الخانة دي لان انت واخد الخانة التانية والتالتة، وبالتالي يبقى الاولى تحط لها صفر. اذا الفكر بتاعنا اتفهم ازاي نحلل العدد الى الصيغة الممتدة والى كمان طريقتين تانيين مختلفين. طبعا احنا جبنا اللي كان محطوط هنا حطيناه هناك، هنستغله بقى في جزئية كده السلة فيها في الواجب، بس مسألتنا الاول افكرك بيهم شوية، تعال نشوفهم تدريب. هو جايب لي 40 زائد 2 زائد 1 من 100، خلاص كده عايز نعمل ايه؟ عايز نكون منهم عدد، وبالتالي ده هيبقى كام العدد ده؟ هيبقى 42، واخدين بالكو 42 وواحد من ايه؟ من 100 بالشكل ده. طب التاني ده كام؟ 600 وعليهم 70 وعليهم 1، يبقى 671 وخدوا بالكو 4 من 10 و8 من 100 يبقى 48 من 100، مش كده؟ بالشكل ده 671 صحيح و 48 من 100. طب انا عايزك بقى تعمل عكس الكلام ده، يعني ايه؟ يعني احنا هنا كوننا العدد، لا انا عايزك بقى تحلل العدد زي ما شفنا في التسع مسائل اللي فاتوا. الاعداد بتاعتنا دي اللي انت هتحللها وتتسلى فيها كده، ادي اول عدد طبعا بجدول القيمة المكانية، وبعدين تحلل بالطرق المختلفة التلاتة، والعدد اللي بعده برضو نفس الكلام، وبعدين العدد ده اللي هو موجود هنا في المسألة جاهز تتسلى فيه وتعمله بالطرق نفسها اللي اتكلمنا عليها. لاحظ هنا ان هو زاد خانة هنا، فبقت العدد بتاعي عبارة عن 4070 و91 من 1000، واخدين بالكو؟ يعني وصل لغاية خانة الالوف هنا، يعني عندي 4070، 4070، وبعدين 91 من ايه؟ من 1000، واحد هنا 9 هنا، وتحلل بالطريقة اللي احنا شفناها وازاي بنحلل. بيقول لي هنا تسجيل حالة الطقس، اقرأ وجاوب عن الأسئلة. سمير هو وتهاني سجلوا درجات الحرارة اليومية في الفيوم في شهر يناير. البيانات بتخبرنا ان اللي سجلوها ان درجة الحرارة التقريبية خلال شهر يناير كانت 16.3 درجة مئوية، تمام كده؟ تهاني بتقول ان درجة الحرارة كانت 16.3 زي ما مكتوبة قدامنا كده، درجة مئوية. طب وسمير؟ سمير قال لا مش كده، انا هقراها ايه؟ هقول 16 يعني 16.30 جزءا من ماء من درجة الحرارة. طيب مين بقى اجابته صح؟ وازاي تعرف الكلام ده؟ وايه الطرق الاخرى اللي ممكن تستخدمها عشان كتابة 16.3 دي؟ طبعا الاتنين نقول عليهم اجابتهم صحيحة، لان انا عندي هنا 3 من 10 اللي نطقتها تهاني واللي قراها سمير اللي هي 30 جزء من 100، الاتنين دول متساويين، وبالتالي هو قال 16.3 والتاني قال 16.30 من 100، يعني زود صفر هنا وزيادة الصفر ما بيغيرش في القيمة. يعني انا ممكن كمان اقولها بطريقة تالتة 16.300 من 1000، مش كده ولا لا؟ ازود لها صفرين ليعجبني،
ايوه، وفي صيغ ممتده وقياسيه زي ما قريناها دلوقتي وزي ما هي مكتوبه، دي اسمها الصيغه القياسيه، والتحليل اللي عملناه في الصيغه الممتده والطرق التانيه اللي شفناها. اظن كده يعني يكون وصلنا لنهايه درسنا، والصور اللي قلت عليها الصوره اللي هنا لدروسنا بتاعت كتب خارجية، وهنا المفاهيم اللي على قناتي معلم الرياضيات، وهنا دروس الكتاب، وما تنساش علامة الاي وصندوق الوصف واول تعليق، وجنب عنوان الفيديو هتلاقي روابط القناة. يسعدني اشتراكك وتفعيل الجرس في قنواتي، مع اطيب تمنياتي بالتفوق، والى اللقاء مع درس تالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.